عملة البن وتطورات ضخمة بالعملة اللي بتخص فريق عملة الشيبة. شباب هي أربحنا من قناة تليجرام، بتمنى منك صديقي ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو، ولا تنسى صديقي تترك تعليق وتعمل مشاركة لتكون أحد الفائزين معي بيوم غد. وهلا شباب خلينا ننتقل للمحتوى. الكل بيعرف شباب عملة البن من الإيكو سيستم الخاص بعملة الشيبة. فريق عملة الشيبة قرر، ونقطة إيجابية للعملة، قرر الفريق التخلي عن العقد. شو يعني صديقي التخلي عن عقد العملة؟ يعني صديقي أصبحت العملة مجتمعية، يعني الفريق ما بقى يقدر يسك عملات ويتلاعب بالعملة. يعني صديقي العملة خرجت عن سيطرتهم، وطبعا تبقى 20 مليون توتن من سبلاي العملة يجب سكها قبل التخلي عن العقد، طبعا بعد التأكد من خلو الشبكة من أي مشاكل، لأن صديقي بعد التخلي عن العقد لا يحق بالفريق العبث بالعملة. نقطة التخلي عن العقد تعتبر إيجابية بحق العملة. كتير من العملات، أول عملة لونا كلاسيك انهارت بسبب السك العملة الزايد. يعني صديقي هي نقطة أمان للعملة. رصدت الشبكة عملية تجميع للحيتان من عملة البون وأيضا عملة الشيبة. حيتان عملة الشيبة اللي كانوا يمتلكوا مليارات زودوا الكمية بالتريليونات. طبعا صديقي أنا ما عمال بتكلم بإيجابية عن العملة، أنا بفضل أنك تكون حريص على إدارة رأس مالك، وأيضا صديقي أنا ما بفضل عملات الميم، لكن شئت أم أبيت عملة الشيبة لها جمهور ضخم. لكن صديقي عملة البون تعتبر عملة ذات أهمية لأنها تستخدم كفيز لبلوكشين شيباريوم، لذلك صديقي العملة رح نشوف لها ارتفاعات بالأيام القادمة إذا نجح الشيباريوم. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو بتمنى منك صديقي تدعمني باللايك والكومنت والاشتراك لحد قادر أفيدك بكل شيء. صديقي من الضروري كتير تنضم لي على الرابط بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الناجحة. صديقي صفقاتنا مجانية بسوق الكريبتو وسوق الفوركس. لتكون أحد الرابحين معي بيوم غد، معي صديقي لتعمل مشاركة وتعليق.